باشمهندس رأفت، انا عايزه ارجع مع حضرتك لنقطه تانية. يمكن احنا اتكلمنا ان احنا النهارده 4 مشروعات لجولدن تاون في العاصمه الاداريه الجديده، وكمان في داون تاون بالتحديد. حضرتك رؤيتك ايه للقطاع العقاري في العاصمه الاداريه بشكل عام؟ بص حضرتك، احنا اما بنشتري في العاصمه بنحط حاجات تخلي المستثمر يفكر، بفكر بفكر المستثمر. فالعاصمه الاداريه فيها كل المميزات اللي موجوده، يعني انا رايح 43 دوله فعارف يعني ايه الداون تاون بتاعها. ما قبل العاصمه الاداريه ما كانش فيه داون تاون صحيح مخطط، صحيح، اما النهارده لما يكون فيه داون تاون مخطط وفي سوق ذهب مخصص لمكانه، في مولات ناطحات سحاب، في منطقة للتسوق والتنزه، كل ده مكان مش هينفع يتكرر تاني. صحيح، فممكن أعمل كومباوند بعيد، ممكن أعمل مول بعيد، آلاف المولات وآلاف الكومباوندات، ولكن إن أنا ألاقي 34 وزارة موجودين في مكان واحد ومجلس نقدر الشورى نقول إن ومجلس دي فرصة. فرصة. فاللي مش هياخد النهاردة مش هيبص صحيح لبكرة ويندم عليها، صحيح، بالذات إن في تسهيلات كتيرة عملها الدولة ثم المطورين النهاردة. فأنا برمي كمستثمر فلوسي في مكان أنا ضامنه إن الدولة موجودة بتقل هناك، وده مش هيتكرر تاني ولا هاخده في حتة تانية منين ما أروح. يعني 34 وزارة دول ليهم الناس، يعني المجتمع اللي بيزورهم، صحيح. كل لا، ليهم واحنا بنبني، خدماتهم، احنا بنبني يعني مدينة جديدة، يعني مدينة جديدة من الجيل مستمر. الرابع صحيح، وفيها حضرتك إنفاق. وعلى فكرة العاصمة يعني من بعد ما سكها الدكتور المهندس خالد عباس وبدأت شكلها الجمالي بدأ يظهر والجمال بتاعها، والعاصمة الإدارية فيها حاجات كتير قوي لسه ما حدش شافها. حد شافها. اه صحيح لو الإعلام ده يعني صحيح، بص عليها شوية، لا العاصمة من المدن الجديدة اللي هي هتبقى عالمية إن شاء الله. احنا دايما على قد ما نقدر بنحاول نظهر ده للمشاهدين وننقل كل مكان في العاصمة الإدارية الجديدة. حابة برضو أسأل حضرتك سؤال مهم جدا. احنا شفنا جولدن تاون عندها شعار اشتري صح. حضرتك اشرح لنا يعني ايه اشتري صح؟ بص حضرتك، احنا عشان قلبنا مع العميل فانا مش لاقي حاجه انصحه بيها، تنصح العميل. فبنصح العميل بقول له اشتري صح. يعني ايه اشتري صح؟ يعني هو بيبقى، احنا عشان اقول لحضرتك احنا بايعين عندنا في المشروعات بتاعتنا ما يعادل تقريبا ال 22 دوله. فال 22 دوله دول بيبقوا يسمعوا عن العاصمه، وفي ناس ياما في العاصمه. يعني حضرتك بايع لعملاء من 22 من دولة، 22 دولة ده حضرتك محقق تصدير العقار فوق ما تتخيل. لوحدك. الحمد لله، لا لا الحمد لله، جولدن تاون ثابتة نفسها جدا في الداون تاون في العاصمة الإدارية الحمد لله. وده بيخلي إن إحنا هيشتري صح. يعني إيه؟ أول حاجة بيبقى هو المستثمر هو مش عارف هيشتري فين، فهل هيقع مع أنهي شركة؟ هل الشركة دي ملتزمة ولا لا؟ فأنا بقول له اشتري صح. أول شيء من اللوكيشن، انت ما تعرفش حاجه غير اللوكيشن، المكان اللي انت هتشتري فيه، هو ده بدايه الشراء الصح. بعد كده بتشوف الشركه هل هي امينه ولا لا اللي انت هتشتري منها. امينه يعني ايه؟ يعني هتسلمك في ميعادك، هتديك سعر الحاجه، تديك شايفه التضخم اللي موجود، تبص تلاقي واحد بيبص في السوق الاسعار هنا ارخص من هنا ارخص من هنا ارخص من هنا، هل الشركات دي امينه في فلوسك؟ هتنفذ اللي هتقول عليه؟ اشتري صح. فاحنا بنرشده نشتري صح ببعض المعايير. ببعض المعايير. يعني ايه اشتري صح؟ يعني احنا بنأمن كشركه جولدن تاون، بنأمن العميل ازاي؟ يعني حضرتك احنا مثلا بنتعامل مع شركه ام ار بي، دي شركه استشاري اداره مشروعات. صحيح، شركه كبيره، شركه رائده، موجوده من اوائل شركات العاصمه اللي الواحد بيشهد بيها في كل شيء. يعني الصراحه لا، ولما يعني مسجلين على فكره كاستشاري في اداره تشغيل في العاصمه. نقطه حلوه جدا، لما يبقى استشاري من بداية قبل تنفيذ المشروع، دي تضمن للعميل ان المشروع هيبقى فيه تشغيل وإدارة يعني كويسة جدا، ان هو معايا من البداية وهي ارض بنيجي نعمل الاستراكشن بتاع المشروع، بيقول هنا هيتحط ايه وهنا هيتحط ايه وهنا هيتحط ايه، الفاسيلتي والامنيتي، الفاسيلتي بتاع الشغل، واحنا بنبقى معاه. والحمد لله احنا ما بنبخلش باي حاجة، لان ده حضرتك ده مش عمارة، ده مول وناس حتى فيها فلوس. فبنقول له اشتري صح، ان احنا جايبين لك شركه اداره بتبقى ساينه فلوسك، لان انت ممكن حضرتك بين مول ومول يفرق 50 و60 مليون جنيه فرق تشطيبات بس.
فاهماني؟ فاشتري صح مع شركة أمينة. كمان شركة جولدن تاون بتشيل ليها حصة 30% بتبقى معانا لغاية الآخر يعني ما بتاعتنا احنا، وده بيثبت للعميل دي بتأجروها بيثبت للعميل ان الشركة مكملة معاك للآخر في جودة المنتج بتاعها، ان انتوا هتشغلوها بعد كده لانه اوريدي معانا 30% محافظين عليها بسبب جودة اللوكيشن وعارفينه بكرة هيبقى عامل ازاي. ففي عوامل كتير للشراء الصح، التسليم في ميعاده، هل انت الشركة دي هتسلمك في ميعادها ولا لا؟ اشتري صح. صحيح. ففي بنود اشتري صح كتير انا بنصح العميل ليها، ما يبصش لفرق لوكيشن من لوكيشن، ممكن يعني حضرتك ممكن مستثمر يحط فلوسه في مكان نفس الوقت في مكان تاني ده فلوسه ضعف 3-4 مرات وده مش عارف يبيع، فاهمين قصدي؟ فرق ان واحد اختار صح.